حق الطفولة صحة علم وحب. مرحبا بكم، مرحبا بكم في حصتكم أولادنا تحت جناحنا. اليوم موضوع مهم، هو موضوع التأتأة، سي لو بيغيمون. هو مشكل في الديبي تاع الكلام أو تدفق الكلام. هذه التأتأة شائعة في العالم في السن اللي ذكرته الدكتورة، 3 إلى 5 سنين، حتى 5-6 سنين. لما نكون أخصائي بدون تطفل هذا يشكل عائق كبير يعني على الطفل. في المدرسة هذه النسبة منها نسبة منها توصل التلميذ عندنا يتأتأ. واش يصير؟ حصتكم أولادنا تحت جناحنا الموجهة للأولياء تجيكم هذا الأسبوع بموضوع مهم جدا، هو موضوع التأتأة عند الطفل، لو بيغيمون شي لونفون. هذا سي دي ميثود بيداغوجيك طري بريسيز اللي لازم الأولياء المعلم يديرها بطبيعة الحال، وحتى الأولياء لازم يعرفوها في بعض المعاملات. إذا تقدروا تتواصلوا معنا عبر موقع الانترنت ولادنا تحت جناحنا.com ولا صفحة الفيسبوك ولادنا تحت جناحنا. سلام. من حقنا ندرس ونتعلم حتى ننجح نبذل جهدا. إضافة إلى برنامج عمو يزيد ولادنا تحت جناحنا، حصة جديدة تخص الأولياء تجيب على أسئلتكم مع أخصائيين في شتى المجالات في هذه الأوقات على الشروق العامة. مهما كان نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان.